بسم الله. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونترك ونقلع من يفجرك. سبحانك سبحانك، لا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا ركوع إلا لعظمتك، ولا سجود إلا لعزتك، ولا خوف منك ولا رجاء إلا إليك، ولا توكل إلا عليك، ولا استعانة إلا بك يا الله الخلاق والرزاق، واحد سبحانك أنت يا الله. أنت الحي القيوم، وسبحانك أنت المحيي وأنت المميت. سبحانك رفعت السماء بلا عمد، وبسطت الأرض على ماء جمد، وخلقت الخلق وأحصيتهم عدد، وقسمت الأرزاق ولم تنسى أحد. سبحانك من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. أنت الرب المعبود، وفي كل شيء دليلك موجود. بعثت فينا المصطفى سيد الوجود، ووعدتنا بجزاء ورحمة ما لها حدود، جعلته شهيدا على الأنبياء وهم شهود. نسألك يا ربنا بحق مقامه المحمود أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم أحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وظلنا يا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يا ربنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك اللهم من النار ولهيبها، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. وصلي وسلم وزد وبارك يا ربنا على حبيبك وأكرم خلقك سيدنا محمد، الذي شرفته في القرآن بقولك له: وأنت المولى الديان، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف بنبي قال له ربه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وما الظن بنبي قال لنا ربنا عنه وقال له عنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد. أيها السادة،
من هذه الساحة الطاهرة العامرة، ساحة عائلات أبو العينين، نعيش هذا اللقاء القرآني وهذه الليلة القرآنية التي تقام تكريما للراحل الكريم الحاج عبد الموجود سليمان أبو العينين رحمه الله وبارك الله في أبنائنا. واليوم نشارك الأسرة الكريمة ممثلة في الحاج الدسوقي سليمان أبو العينين والحاج عيد سليمان أبو العينين صاحب الفكر الرشيد والأمر السديد نعم الرجال الحاج عيد، ومشاركة لأبناء الراحل الكريم الأستاذ سليمان عبد الموجود والأستاذ شوقي عبد الموجود والأستاذ محمد عبد الموجود، ونشارك أيضا عائلات خيال نعم الإخوة ونعم النسب ونعم الرجال وكذلك آل الهواري الأبطال، ونشارك أبناء المرحوم الحاج معوض أبو العينين والمرحوم الحاج فتحي أبو العينين والحاج صبحي أبو العينين والأستاذ أحمد معوض وأبناء المرحوم الحاج حسني أبو العينين وكذلك صاحب النسب والصهر بالأسرة الأستاذ عادل شمس. ليلتنا قرآنية نسعد فيها بأصحاب الخلق والمزية وقراء أعلام الإذاعات المصرية وأصحاب الأصوات الندية، فضيلة القارئ الباهر الماهر الزاهر الطاهر شيخنا محمود محمد صابر الذي تأتيه عشاقه من كل حلب وصوب بأرجاء جمهورية مصر العربية غير عشاقه بالدول الإسلامية، كذلك الكريم ابن الكرام القارئ وصاحب الاحكام فضيلة القارئ الشيخ محمود عزام، وكذلك ايضا فضيلة القارئ الشيخ سمير فهمي عطية، وضيفنا الليلة القطب الصوفي شيخ محمد عبد الحليم نصر الله، وضيفنا ايضا القارئ الشيخ محمد عبد الفتاح عيسى. ايها السادة هيا بنا لنبدأ جمعنا من هذه الساحة الطاهرة ومن هذا السرادق العريق، إدارة ولاد الحاج عطية أبو غنيمة المهندس عبد الله، هيا بنا لنعيش مع آيات الله البينات ولنستمع إلى محكم التلاوات وصاحب جمال الأصوات وكسرة وجمال المقامات فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صادق. ضيفنا أيضا الليلة الأخ الحبيب فضيلة الشيخ أشرف عبد الغني، أشكر إليه أشرف عبد الهادي، أشكر إليه ولكل من شرف معه، وهيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهدى ورحمة للقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إخوان
وهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. تذكروا فإذا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا يتبيتها. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والقرآن تتبين ودون الجهر من ودون الجهر من القول بالغدو ولا
ودون الجهل من القول بالهدوء ولا صار ولا تكون من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه إن كنتم
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته in
كمان والله يبين لنا كان جزاء سماع القرآن كمان كده. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى كمان. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يا سلام يا حلاوة القرآن وجماله. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقنا كما أخرجك ربك من بيتك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق. حضرة النبي. نعم. وإن فريقا من الم
الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يرهون. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر ليحق الحق ويبطل الباطل.
البطل الباب. ولو كان
وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما وما النصر إلا من عند الله وما النصر النصر إلا من عند الله اللهم انصرنا على شيطاننا وانصرنا على الوسواس وانصرنا على الغلاء وعلى الوباء وانصرنا على البغضاء والشحناء واجعلنا متحابين لأجلك بك ومنك وفيك يا رب العالمين هكذا أصحاب الخلق والكمال كانت التلاوة لما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال
تلا علينا من زاد الله صوته جمالا وزاد خلقه كمالا القارئ الافضال الذي يملك كثير الخصال فضيلة القارئ والعلم الإذاعي الشيخ محمود محمد صابر علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي وسفير أهل القرآن إلى الأمة الإسلامية والذي تشرف به مصر قارئا بالمحافل الدولية. نشكر إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم الأسرة الكريمة آل أبو العينين من داخل الكراسة الكبرى إدارة حاج عبد الله عطية أبو غنيمة والهندسة الكهربائية المتطورة والهندسة الإذاعية الحاج محمد جمعة منصور بن نخاس ومقدم ضيافتنا الليلة الحاج أمين من قرية الزمرونية ومن داخل منتدى سفراء القرآن الكريم ومخرجنا ناصر صلاح. نشكر باسم أسرة الوالد الراحل الحاج عبد الموجود سليمان أبو العنين باسم شقيقه الكريم الحاج الدسوقي سليمان أبو العنين وباسم شقيقه الحاج عيد سليمان وباسم الأسرة الكريمة أبناء الراحل الكريم أستاذ سليمان عبد الموجود والأستاذ شوقي عبد الموجود والأستاذ محمد عبد الموجود وباسم آل خيال يصدق الذكر الأستاذ صار خيال وباسم آل الهواري أشكر لكم جميعا وأشكر أيضا باسم أسرة الراحل الكريم الحاج المرحوم معوض والأسرة المرحوم الحاج فتحي أبو العنين وباسم الحاج صبحي أبو العنين ومن داخل إدارة الحاج ياسر فرج الزمرونية وباسم أسرة المرحوم الحاج حسني أبو العنين وأيضا باسم الأستاذ عادل شكر صاحب النسل والصير. أشكر أيضا لضيوفنا الليلة من أهل القرآن الشيخ محمد عبد الحليم نصر الله والقارئ الشيخ السيد أحمد عزام والقارئ الشيخ أشرف عبد الهادي والقارئ الشيخ محمد عبد الفتاح عيسى والسادة العمد وعمه السيد العمد وائل غريب والقارئ الشيخ سمير فهمي عطية الشيخ عادل الأزرق وكذلك الشيخ خالد المسلمي والحاج السيد خيري وكل أهل القرآن من داخل منتدى سفراء القرآن الكريم ومخرجنا الكبير ناصر صلاح ومصورنا صلاح ناصر.